يعني وشائج هو ترابط عميق بين مثلا بين الاشياء. يصعب يعني تستعمل هذه الكلمه او لعمق يعني الترابط بين يعني الانسان بين التراث والطبيعه، اعمال تجسد يعني الهويه الانسانيه تظهر في الاعمال. عندي حوالي يعني 28 عمل فني. جميل. من بينها لو حاضر معنا في البلاطو، وشن هي أعمالك؟ كاين زوج محاضرين في البلاطو. هذا اللي رانا نشوفه في الشاشة. هذا تاعي. هذا تاعك ما شاء الله. جميل جدا. هذه من القرية اللي نسكن فيها. ما شاء الله. اللي هي؟ دي هي ولاد عيسى، بلدي تيزن بشار، ولاية سطيف. تحية كبيرة لسطيف من خلالك. لوحة عزيزة علي هذه بزاف على كل حال. وكأنه صورة، سبحان الله. ما شاء الله، كنت حضا مناظر جميلة. سي تري بو، سي تري بو. جميل. والعمل الثاني نفس الشيء. من العمل الثاني؟ طريق يعني للقرية. شوفوا العمل الثاني مع المخرج نتاعنا بدر الدين بوخلف. وين راه العمل؟ هذا كليف الخلف اعتقد. هذا نعم، هذا نظن هذا تهاني. انا نشوف الظل. نعم. أرى في الخلف. هاوليك كل الخلف. ما هو طبيعه تابع لي. انا نشوف الطريق للقريه كيف وكانه صوره فوتوغرافيه. عمل رائع. واو، سي تري بو. جميل جدا. شحال هكذا تضرب في اللوحه حتى تعطي لها هذا الابداع وهذه اللمسه الفنيه الجميله؟ والله كاين اللوحات اللي يعني نتعطلوا فيهم شويه، ما نخدموش ديريكت في الورشه. تقريبا نعمل ساعتين ثلاث ساعات. تقريبا شهرين كل عمل واش يطلب يعني حسب المورال تاعي. اللوحه شهر. لا يعني بصح بشكل منقطع. خدمه ساعتين في اليوم، مره ساعه مره وكيفاه. يعني هو مش هذه هي المهنه الاصليه تاعك فقط، هو هذه هوايه ولا؟ هي هوايه والمهنه. نشتغل تقريبا مانيش بعيد على هذا الدومين في الديكور، الجداريات، الشلالات الاصطناعيه. فنان في الهوايه وفي العمل اكيد. ما شاء الله. هاني هذه المره معك انت كذلك المعرض تاعك بين الظل. بين اللون والظل. واللون والظل، كيف عرفنا بالمعرض ديالك؟ عندي لوحة تقريبا 57 لوحة. الله يبارك. بينها لو حاضر معنا اليوم في البلاتو. يعني درت يعني تقريبا العاصمة، حبيت نبازي على لاكاسبا والتراث العاصمي. يعني نستعمل، حبيت نخرج من هذيك ال نستعمل الألوان يعني باش نرجعها شوية. تحيها، تعطي لها روح. تعطي لها روح. جميل. واو. وكنا شفنا تاني عندك هنا ايضا لوحه عن الليل، الجزائر العاصمه، السيارات. لا انا كنت نمشي في الشوارع، تعجبني بلاصه نصورها دي انسبيراسيون. بعد ابري كي ندخل لاتولي نبدا سيليكسيوني، نشوف المواضيع اللي يعجبوني نعملهم على شكل لوحات. سؤالي راح يكون عن الجمهور، هل راكم تحت يعني هل كاين تهاتف على المعارض نتاعكم ولا تشوفوا انه كاين تراجع، الناس عادة تهتم اكثر، واش رايكم؟ في اقبال، انا تلقيت اقبال كبير من الجمهور يعني في قاعه رواق الفن محمد راسم. الله يبارك، يعني كاين ناس مهتمين بالفن التشكيلي. وبالمناسبة نشكر مؤسسة فنون الثقافة، جاتنا الفرصة باش نتمنى رواق خاص ديالكم. صح، بالفنانين التشكيليين، لأنه شوية الفن التشكيلي ما شوية. صح، يعني نشكرهم تاع من هذا المنبر.